دشنت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية خلال مؤتمر صحفي مبادرة جائزة الكويت للتنمية المستدامة، والتي تنظم بالتعاون مع جمعية العلاقات العامة الكويتية كشريك استراتيجي ومؤسسات حكومية وخاصة عدة. وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم عقيل العقيل أكد خلال المؤتمر أهمية هذه الجائزة كونها تندرج في إطار تحقيق أهداف خطة التنمية للدولة. تعكس مبادرة جائزة الكويت للتنمية المستدامة اهتمام دولة الكويت بإشراك مختلف أطياف وفئات المجتمع المدني من خلال تحقيق الشراكة المجتمعية التي تتجانس مع التوجه الأممي لتحقيق أجندة التنمية المستدامة للأعوام 2030. تنظيم هذه الجائزة يأتي في إطار السعي الجاد لدولة الكويت في إشراك كافة قطاعات المجتمع الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني في العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة مجالاته. كما ارتأت الخطة الإنمائية الوطنية في دولة الكويت منهجاً مبتكراً يجعل المؤشرات العالمية ومؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية أساساً لخلق برامج تنموية يقوم بتمويلها القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. هذه المبادرة وبالتالي هذه الجائزة ستكون تجربة جديدة من ضمن التقرير الوطني الطوعي الذي تشارك دولة الكويت في صياغته استجابة لأهداف التنمية المستدامة. مبادرة جائزة الكويت للتنمية المستدامة تأتي في سياق تقديم الكويت للتقرير الطوعي الوطني الأول الذي سيتم تقديمه في السابع من هذا العام في المنتدى السياسي الرفيع المستوى. إن مبادرة جائزة الكويت للتنمية المستدامة تهدف إلى دعم وتكريم شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية والمجتمع المدني لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية الكويت 2035. مبادرة جائزة الكويت للتنمية المستدامة تشارك فيها جهات حكومية وخاصة تعمل سوية بهدف واحد هو إبراز دور دولة الكويت الرائد في تحقيق الخطة الأممية للتنمية المستدامة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.